استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية مساء أمس السيدة كريستيان فونتينوروز مدير أول الشؤون الخليجية بمجلس الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور معالي الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة وسعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام. وفي بداية اللقاء رحب معالي الوزير بزيارة السيدة كريستيان فونتينوروز إلى مملكة البحرين للمشاركة في فعاليات القمة الأمنية 14 حوار المنامة 2018 والمنعقد حاليا في مملكة البحرين للبحث في أبرز القضايا الإقليمية والعالمية المرتبطة بالأمن الاستراتيجي. وأكد معالي الوزير أن النهج والحياة الديمقراطية التي تتمتع بها مملكة البحرين وما تشهده من إصلاحات سياسية وتشريعية يعود الفضل فيها إلى رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيرا إلى أن مملكة البحرين مضية نحو مستقبل مشرق وآمن تنعم به كافة أطياف المجتمع، وذلك في إطار العمل المستمر على ترسيخ نهج الإصلاح والعدالة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وأوجه تعزيز التعاون الأمني بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية مساء أمس وفدا من البرلمان البريطاني برئاسة السيدة أمبر رود وزيرة الداخلية السابقة عضو مجلس العموم البريطاني، وذلك بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وسعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام. وقد رحب معالي الوزير بزيارة رئيسة الوفد البريطاني والأعضاء المرافقين إلى مملكة البحرين للمشاركة في القمة الأمنية 14 حوار المنامة، منوها إلى أهمية ما يتم طرحه من قضايا وموضوعات تتعلق بالتحديات والتطورات المرتبطة بمجالات الأمن والدفاع في الشرق الأوسط، حيث يعد حوار المنامة أكبر فعالية إقليمية في مجال الدبلوماسية والأمن. وأشاد معالي الوزير بالعلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين الصديقين والتي تمتد لما يزيد على 200 عام وتعد أرضية جيدة لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني. كما أطلع معالي الوزير الوفد البريطاني على جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن وتأمين السلامة العامة لجميع المواطنين والمقيمين، وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتنسيق إلى جانب عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك والتطورات على الساحة الإقليمية.